أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أعلنت الأمم المتحدة أنها أجرت محادثات مع روسيا وتركيا وإيران بشأن الجهة التي يجب أن تسيطر على المناطق الآمنة المقترحة في سوريا، ويقضي أحد خيارات المراقبة بتشكيل قوة من الدول الثلاث وكذلك من أطراف ثالثة، وكانت هذه الدول هي التي وقعت على نطاق المناطق الآمنة في العاصمة الكازاخية أستانا. شنت قوة الأسد قصفاً صاروخياً على بلدات في ريف إدلب في أول خرق لاتفاق مناطق خفض التصعيد في هذه المحافظة السورية، وقال مراسلنا إن القصف لم يسفر عن خسائر في الأرواح لكنه ألحق أضراراً مادية. عثرت السلطات العراقية على 3 مقابر جماعية تضم رفات مدنيين وعسكريين قتلهم مسلحو داعش خلال احتلاله في عام 2015 أجزاء واسعة من محافظة الأنبار. وقال مسؤول في الشرطة إن مقبرتين عثر عليهما قرب الفلوجة، بينما عثر على المقبرة الثالثة وسط الرمادي. أعلن الجيش المصري قتل 4 متشددين وتدمير مواقع لهم وسط سيناء. وقال الجيش في بيان له إنه اعتقل عددا من المشتبه بهم وصادر 2 عربتين تابعتين لهم محملتين بمواد تستخدم في تصنيع المتفجرات، كما ضبط الجيش كمية كبيرة من المواد المخدرة معدة للتوزيع. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه كان سيقيل جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI من منصبه حتى لو لم توصي وزارة العدل الأمريكية بذلك. ووصف ترامب خلال حديثه مع شبكة NBC الأمريكية، وصف كومي بأنه شخص استعراضي محتال، مضيفا أن FBI كانت تعاني من الفوضى. ونفى الرئيس الأمريكي أن يكون قد مارس ضغوطا على كومي لإيقاف التحقيقات في مزاعم وجود صلات بين روسيا ومسؤولين من حملته الانتخابية. بلغ مانشستر يونايتد الإنجليزي نهائي مسابقة اليوروبا ليج على حساب سيلتا فيغو الإسباني، بالرغم من تعادله الإيجابي إيابا في نصف النهائي بهدف لمثله، مستفيدا من فوزه ذهابا بهدف دون رد. فعلى ملعب أولد ترافولد تقدم الشياطين الحمر بهدف في الدقيقة 17 حامل توقيع البلجيكي ماروان فيلايني، وعلى بعد 4 دقائق من نهاية المباراة عدل سيلتا فيغو النتيجة عبر الأرجنتيني رونكاليا. الموجز، إلى اللقاء.